السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. رمضان كريم، رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. بالبداية نحب نعتذر عن الانقطاع عنكم في الفترة السابقة، لأنه مثل ما تعرفون يعني في أمريكا حاليا عندنا العطلة الصيفية يعني بدأت تقريبا قبل شهر، وأيضا يعني نحن في شهر رمضان، فيعني عادة يكون النشاط أقل في هذا الشهر بسبب الانشغال بأمور أخرى، كذلك يعني أيضا بسبب المشاغل في البحث العلمي. في الحقيقة في الشهر الماضي أو الشهرين الماضيين يعني كانت أغلب الأسئلة اللي تردنا إلى المدونة أو للموقع أو للفيسبوك تتحدث عن أنه يعني أنا كطالب بحث علمي مثلا أو طالب مرحلة رابعة أريد أن أقوم بعمل بحث التخرج، أو طالب ماجستير أو طالب دكتوراه، عندي فد موضوع معين وأحب أنه أبحث عنه، ولكن ما أعرف من أين أبدأ، يعني ما أعرف من أين أحصل على البيبرات أو يعني الأوراق البحثية الخاصة بهذا الموضوع. وكان طبعا الجواب اللي أجبته للجميع هو نفس الجواب، يعني هو اللي نفسه اللي راح أحب أنه يعني أطرحه اليوم في هذا الفيديو على مود يكون يعني كدليل للمستقبل، يعني أي شخص راح يسأل هذا السؤال في المستقبل راح يكون هذا الفيديو جاهز له إن شاء الله كجواب. بداية يعني نفترض أنه أنت طالب مرحلة رابعة تريد أن تقوم بعمل مشروع تخرج مثلا، أو طالب ماجستير أو طالب دكتوراه أو باحث يعني أكملت الماجستير أو الدكتوراه يعني تحب أن تبحث في موضوع معين. طبعا يعني لأنه أنا مختص في هندسة الحاسبات راح يكون المثال اللي راح أستخدمه هو يعني العلاقة بهندسة الحاسبات أو الشبكات بصورة خاصة. نفترض انه انت في بالك مثلا في موضوع معين، وليكن مثلا الوايرلس سنسر نتوركس سكيورتي، يعني الامنيه في شبكات التحسس اللاسلكي مثلا، يعني كمثال. هذا الموضوع مثلا قد ياتي كمقترح من المشرف، او قد ياتي نتيجه قراءتك لفت بيبر معينه في مكان معين واهتمامك بهذا الموضوع، او قد ياتي نتيجه مقترح من زميل يعني يحب ان يعمل معك يعني عمل مشترك. بغض النظر عن مصدر هذا الموضوع، فلنفترض انه انت تريد ان تبحث عن اخر البيبرات المنشوره في مجال الوايرلس سنسر نتوركس. طبعا اذا كنت تمتلك فد يعني اكسس فد وصول الى مكتبه عالميه او مكتبه مجانيه او مكتبه جامعيه، يعني كونك طالب جامعي او باحث في جامعه معينه، فراح يكون من الممتاز انه تبدا من هذه المكتبه. يعني مثلا انا بالنسبه لي في كطالب في جامعه تينيسي ناكسفيل، يعني ببساطة عندما أريد البحث عن أي شيء مباشرة أقول يعني library.utk.edu، مباشرة أذهب إلى موقع الجامعة يعني أو مكتبة الجامعة الخاصة بي. وطبعا هناك يعني الجامعة موفرة الكثير من الأمور اللي هي articles and databases، يعني هذه هي البيبرات وقواعد البيانات الخاصة بالبيبرات by journal by subject إلى آخره، يعني الكثير من الأمور اللي توفر لها الجامعة. ولكن بالنسبة للإخوان والأخوات اللي لا يمتلكون الوصول إلى فد مكتبة معينة أو مكان معين يجمع لهم البيانات الخاصة بهم، ف يعني أفضل وأول مكان يعني يجب أن يقوموا بالتفكير به هو الجوجل سكولر، اللي هو يعني موقع البحث في الجوجل الذي يعني يختص بالبحوث العلمية. طبعا هذا الموقع هو يعني scholar.google.com، هذه الواجهة، يعني الواجهة بسيطة مشابهة لواجهة جوجل الطبيعية. وأيضا هذا الموقع يعني إذا لم تكن تستطيع، طبعا هنا أنا راح نقوم بوضع هذا الرابط في الديسكريبشن للفيديو، إذا لم تعرف كيفية الوصول إلى هذا الموقع، فمجرد أنه أنت يعني حتى إذا كنا في الجوجل نفسه في الجوجل الأصلي وقمت بالبحث عن فد موضوع معين، وليكن مثلا وايرلس سنسر نتوركس سكيورتي مثلا، يعني هذا الموضوع، تلاحظ ان هنا اول شيء راح ينطيك اياه، اول خيار عاده في البحث scholarly articles for wireless sensor network security. هذا المكان هو نفسه، من تقر عليه راح ياخذك مباشره الى scholar.google.com، وبعد ذلك الموضوع اللي تبحث عنه. فيعني شيء طبيعي هو الجوجل، يعني مبدئيا بالنسبه للناس اللي يستخدمون الجوجل يعني كخيار اساسي للبحث، مباشره هو راح ياخذك الى هذا المكان، يعني اللي هو scholar.google.com. نفس الشيء بالنسبة لهذا يعني المكان أيضا، إذا كتبت له wireless sensor network مثلا security، طبعا تلاحظ أنه إذا كتبنا ال WSN كمختصر wireless sensor network security قد تكون النتائج مختلفة عن عندما نكتب wireless sensor network يعني الكلمة كاملة. هنا نقرنا على هذا الشيء فظهرت عندنا النتائج. طبعا النتائج يعني بصورة عامة تكون يعني مرتبة حسب أهميتها بالنسبة لمحرك البحث، يعني النتائج الأكثر اهتماما من قبل المستخدمين السابقين، يعني الناس اللي قبلك بحثوا عن هذا الموضوع وبحثوا اكثر شيء عن يعني موضوع معين راح يكون هو الاول في تسلسل الترتيب، وهكذا بالنسبه للبقيه. اما اذا كان كنت مثلا تبحث عن فد موضوع يعني عن فد تخصيص معين لهذا الشيء الذي تبحث عنه، تستطيع هنا مثلا اني تايم، هنا بدايه هو راح يذكر لك النتائج لكل الاوقات.
اذا اردت انه تحصر النتائج فقط سنس 2018، يعني معناته فقط البيبرات المنشوره عن هذا الموضوع في سنه 2018. فتلاحظ هنا يعني كل سنوات النشر مالته راح تكون 2018 2018 2018 وهكذا. هنا ايضا راح تلاحظ انه بعضهن فيها نسخه بي دي اف، يعني ممكن الوصول لها مباشره، والبعض الاخر يعني مجرد انه البيبر موجوده فقط. هنا مثلا اذا نقلنا على هذه البي دي اف راح ياخذك مباشره الى هذه البيبر، واللي هي اتاك موديل بيست هايلي سكيور كي مانجمنت سكيم فور وايرلس سنسر نتوركس. هنا طبعا مو كل البيبرات راح تكون بنفس الاهميه او بنفس الجوده. هنا تلاحظ انه هذه البيبر مثلا اين نشرت، الحجم هو 7 صفحات، منشوره في موقع السفير. طبعا مو شرط انه كل شيء منشور في السفير معناته هو ممتاز. هنا هي اصلا البيبر كانت منشوره في ال 6th International Conference on Smart Computing and Communications. طبعا هذا فات كونفرنس معين بالنسبه للناس المهتمين، وايضا يعني تم نشره ديسمبر 2017، يعني المؤتمر حصل بديسمبر 2017 ولكن نشر البيبر تم في 2018. هذه هي المدينه في انديا، هذا المؤتمر اللي حصل فيها. هنا طبعا تقدر تعرف يعني نوعيه هذا المؤتمر من خلال يعني الدخول على الصفحه الرسميه لهذا المؤتمر ومعرفه نسبه القبول، هل هو بير ريفيوينج الى غيرها من الامور الاخرى. تستطيع الاطلاع على هذه البيبر طبعا، يعني لانه هي موجوده يعني مباشره، تستطيع مباشره يعني تنزيلها وخزنها في الحاسوب او اي مكان اخر مثلا. هذا اذا كان لدينا البيبر موجود على شكل بي دي اف. اذا كانت البي دي اف غير متوفر لهذه البيبر، وليكن مثلا هذه البيبر سكيورتي اجينست فامباير اتاك اد هوك نتوركس وايرلس سنسر نتوركس الى اخره، هنا طبعا هذه موجوده في موقع سبرينجر لينك. هنا طبعا تستطيع شراء الكتاب اللي يحتوي على هذه البيبر او شراء هذه البيبر لوحدها. الكتاب ككل هو 169 دولار، البيبر لوحدها 29 دولار و95 سنت، يعني تقريبا 30 دولار. هنا ايضا يعني مثل ما نلاحظ البيبر يعني كبي دي اف لا يمكن تنزيلها الا بعد يعني شرائها، ولكن الابستراكت الخاص بها وكذلك الريفرنسز اللي مستخدمه في هذه البيبر موجوده هنا مع روابط لكيفيه الوصول اليها ايضا من الجوجل سكولر. تلاحظ ان الجوجل سكولر تقريبا هو الموقع رقم واحد في العالم الان من ناحيه كونه هو يعني داتا بيس، يعني قاعده بيانات تجمع كل البيبرات المنشوره في كل المؤتمرات والمجلات العالميه تقريبا يعني الى حد ما. هنا طبعا ايضا مثل ما ذكرنا سابقا للاخوه بعض هذه المجلات اللي هي مدفوعه الثمن، يعني كوني طالب في جامعه تنسي الكثير من زملائنا الموجودين في الجامعات الاخرى لديهم وصول الى هذه البيبرات بشكل مجاني. فايضا يعني مثل ما ذكرنا سابقا اي شخص يحاول الوصول الى فت بيبر معينه ولا يستطيع الوصول لها، مجرد انه يرسل لي هذا الرابط، مجرد كوبي ويرسل لي هذا الرابط على الفيسبوك او التويتر او الموقع او اليوتيوب، راح نحاول انه بقدر الامكان نحصل هذا البيبر ونرسلها للناس المهتمين بها يعني مجانا ان شاء الله اذا كان لدينا وصول لهذا المكان. ايضا الامور المهمه اللي لازم نلاحظها عن الجوجل سكولر، وهذا الشيء ايضا انا شرحته سابقا في المدونه، انه انت بصفتك يعني لديك حساب جوجل، فمن خلال يعني الاكونت الخاص بك راح تكون عندك فد بروفايل خاص بك. البروفايل اللي هو المكان الذي تضع فيه البيبرات الخاصه بك اللي انت ناشرها سابقا، لانه ايضا اضافتها الى الجوجل سكولر راح يزيد من احتماليه يعني عثور الباحثين الاخرين عليها. الامر المهم ايضا انه اي بيبر من هذه البيبرات اذا اردت ان تعمل لها سايتيشن، يعني تقوم بالاقتباس من عندها او وضعها ضمن الريفرنسز الخاصه بالبيبر الخاصه بك، ايضا يعني بدل انه تقوم بحفظ ال MLA او ال API او غيرها من الستاندرات لكتابه الريفرنس، مجرد انه هنا تجي الى هذا المكان اللي هو السايتيشن تنقر عليه راح يظهر لك انه هذه البيبر اذا اردت ان تقوم بتضمينها كريفرنس في البيبر الخاصه بك وكنت تريد استخدام ال MLA اللي هي يعني ستاندرد للسيتيشن او الاي بي اي او شيكاغو هارفارد فانكوفر او غيرها من الامور الاخرى، تستطيع مجرد انه تنقل هنا وتاخذها كوبي وتقوم بوضعها مباشره في داخل البيبر الخاصه بك، يعني سواء اذا كنت تستخدم اللاتك او الوورد او غيرها من البرامج الاخرى. وهذا ايضا راح يسهل عليك عمليه السيتيشن للبيبرات بشكل كبير جدا، يعني بدل انه تقوم بحفظ هذه التسلسلات انه مثلا بالنسبه للام ال اي الباحث الاول الباحث الثاني او اللاست نيم للباحث الاول ثم الفيرست نيم للباحث الاول اللاست نيم الفيرست نيم للباحث الثاني ثم نقطه بعد ذلك الكوتيشن واسم البيبر ثم اين تم نشرها والسنه والصفحات وغيرها من الامور الاخرى. هذه التفاصيل بدل انه تقوم بحفظها مجرد انه يعني جوجل راح يقوم ب يعني كتابتها لك بشكل مباشر وتاخذها مباشره وتضعها في البيبر عند كتابتها. يعني ايضا هنا تستطيع انه تقوم بتضمين الباتنتس اللي هي براءات الاختراع او تقوم بتضمين السيتيشنز الاقتباسات للبيبرات المعينه. هنا طبعا سورست باي ريليفانس او سورت باي ديت، هنا تريد انه تقوم بترتيب النتائج
حسب أهميتها وحسب ارتباطها بمصطلح البحث، أو تقوم بترتيبها حسب التاريخ، يعني من الأحدث إلى الأقدم. فهنا تلاحظ أنه يعني راح تكون هذه أحدث واحدة، وهذه الأقدم يعتبر قليل، الأقدم يعتبر قليل، وهكذا. وهنا طبعا تشوف أنه الأبستراكتس أو الإفريثينج أيضا، يعني كثير من التفاصيل تستطيع الحصول عليها في هذا الموقع اللي هو جوجل سكولر، واللي أنا أنصح يعني كل الباحثين سواء طلاب ماجستير أو دكتوراه أو أي باحثين من أي مكان بالاهتمام بهذا الموقع. كذلك أيضا يعني كرييت ألرت. هنا كرييت ألرت معناتها أنه أي بيبر تنشر في المستقبل وتحتوي على كلمة وايرلس سنسر نتورك سكيورتي، أريد من عندك يعني أنا كمشترك في هذا الموقع، كشخص لدي حساب جيميل، أريدك أن تقوم بإرسال ألرت لي اللي هو يعني تنبيه أن هناك بيبرات جديدة تم نشرها حول هذا الموضوع، بحيث أنه راح تجيني فد إيميل يحتوي على البيبرات الجديدة التي تم نشرها. طبعا هذا أيضا كرييت ألرت مثلا. هنا أنا طبعا يعطيك النتائج اللي تريدهن أو هذه الألرتس السابقة اللي كانت موجودة عندي أنا. فأيضا يعني هنا أنا مثلا نيو سايتيشنز ماي ارتكلز، أو هنا أنا مثلا وايرلس سنسر نتورك، تقوم أيضا بعمل كانسل لإلغاء هذا الألرت، كانسل ألرت، وهكذا. يعني تلاحظ أنه الكثير من الأمور يوفرها هذا الموقع بشكل مباشر. وأيضا يعني من خلال هذا الموقع نفسه تستطيع الوصول إلى البروفايل الخاص بك، اللايبراري اللي تحتوي على البيبرات السابقة اللي أنت قمت بخزنها أو حفظها أو الاهتمام بها. بالنسبة للبروفايل أيضا مثل ما ذكرنا هو البيبرات السابقة اللي أنت قمت بنشرهن، وبعد الكثير من الأمور الأخرى، يعني الألرتس، الماتريسز، وغيرها من الأمور الأخرى. أتمنى أنه يكون هذا الشيء يعني مفيد للجميع، وإن شاء الله في المستقبل راح نقوم بشرح أيضا موقع الريسيرش جيت، اللي هو أيضا يعني يعتبر ثاني أهم موقع من ناحية البحث العلمي. فخليكم معنا، شكرا جزيلا ومع السلامة.